بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابي. مثل ما وعدتكم إن شاء الله أسوي لكم إعادة للمادة اللي هي داخلة بامتحان الفصل الثاني، والمادة راح تكون هي الجزء الأخير من البكتيريولوجي، وراح يكون كل الجنرال يورين examination. فبالبداية بس خلي نركز على شنو الأشياء اللي راح تقراها بالعملي وشنو الأشياء اللي راح تقراها بالنظري. بالنسبة لي نبلش بالstaining of bacteria. عندكم هنا هذه الأسئلة اتراجعوها على السريع، أوكي؟ وأي واحدة صعبة عليكم أو ما تقدرون تحلوها عادي راسلوني مباشرة. هاي احنا طبعا عندنا فيديوهات شرح كامل ومفصل بها، دزيت لكم اياها بالإضافة لأنه انتو اشتغلتوها بالعملي، فلح نركز بس على اشرح أقرأ بالتحديد. اوكي، بالنسبه لي الفصل الثاني عندنا هنا مثل ما علمناكم كل اختبار حتى تسويه قلنا ركز على ثلاث اشياء اللي هي الايمز او البوربس، يعني الأهداف أو الأغراض. أوكي، شنو الغرض؟ أنا ليش أسوي هذا الاختبار؟ ليش يطلبه من عندي الطبيب؟ شنو الفائدة المرجوة من عنده؟ أوكي، هاي بالنسبة إلى الهدف. وهذا السؤال تركزون عليه بالنظري، وممكن يعني يجيكم ك فرع بالعملي، أوكي، اللي هو ما الغاية، ما هو الغرض. اثنين، تركزون على الأدوات الماتيريالز. بالنسبة عندنا إلى الدراي بكتيريال سمير، احنا قلنا الغرض هنا احنا ما مكتوبة عندنا بس قلناها باليومي. ليش انت تسوي المسحة البكتيرية؟ اوكي، ترجع الى محاضرتك. ليش؟ to diagnose the bacteria. احنا بالبداية شو نسوي لها؟ to stain the bacteria and then to diagnose the bacteria، يعني اصبغ المسحة البكتيرية وبعدين اشخص البكتيريا. to stain the bacterial smear. واثنين، to diagnose the bacteria. وشنو يعني؟ واذا شخصت البكتيريا بالتالي انت راح تنطي النتيجة للطبيب وتقول له انه هذه البكتيريا كذا نوعها، فهو راح ينطي التريتمنت، العلاج الملائم للبيشنت، للمريض. اذا هذا هو الهدف، صبغ وتشخيص، وبالتالي راح نحدد التريتمنت فيما بعد. يعني هذا راح يساعد على انه الطبيب راح يحدد التريتمنت. طبعا هو عكو بعد، يعني انا لازم اسوي فحوصات اخرى بايوكيميائيه، اسوي لها فحص الانتي بايوتيك سنسيفتي تيست الى اخره. عندنا بالنسبه الى الماتيريالز، الماتيريالز راح تكون مثل ما تتذكرون عندنا اللوب، بنزين بيرنر، سلايد، كفر سلايد، اوكي، وقلنا دروب اوف ووتر، قطره من الماء. ايش وقت اخذ قطره من الماء؟ اذا كان البكتيريا اللي تريد تاخذها وتصبغها مزروعه على وسط زرعي صلب، اما اذا كان مثلا هنا عندنا بكتيريا مزروعه بوسط زرعي سائل، او انت عندك نموذج سائل وتريد
تعرف شنو نوع البكتيريا أو جنس البكتيريا اللي موجودة هنا، شكلها البكتيريا شنو هنا موجودة بهذا التيوب، يكون سائل، فما تحتاج إلى قطرة مي. هاي بس مجرد أذكركم عليها. إذا صار عندنا هسه شنو، صار عندي الهدف وعندي الأدوات، تركزون عليها. هذه بالنظري، العملي بالنسبة للفصل الثاني راح يكون فقط عن الجنرال يورين اكزامينيشن، أما النظري فراح يبدي بس اللي أسوي لكم مراجعة به هو الداخل حتى لا تتشتت، لأن الجنرال يورين اكزامينيشن صعب مو سهل، فحتى تلحق تقرأ. هذه النماذج المختبرية تعرفوها، هذه عندنا بعض الأمثلة عليها، أوكي تراجعوها مراجعة سريعة. طريقة العمل أيضا مثل ما احنا جبناها بالفصل الأول ممكن تتكرر، ترى عندكم بعض الأسئلة بالفصل الأول اللي جبناها تتكرر عندكم بالفصل الثاني، أوكي؟ وهي مثلا تركزون على making of dry smears from solid media وطريقة العمل بشكل مختصر، أوكي؟ لا تكتبوا لنا هواية، المهم الطريقة الستيب واحدة ورا الثانية صحيحة. وقلنا أهم شيء أركز على النقطة الخامسة والسادسة اللي هو التجفيف، الدراينج أوف بكتيريال سمير راح يكون with air، وعندنا الفكس أو إحنا ليش نمرر ثلاث مرات 3 تايمز، ليش امررها 3 تايمز، امرر السلايد ثلاث مرات على لهب بنزين بيرنر، ليش؟ to kill the bacteria and to fix the bacteria on the slide. وهي تقريبا تقريبا كلكم حليها صحيح بالفصل الاول، ماشي طلاب؟ وين اروح بعد؟ اروح هنا على الأنواع، الكينز أو التايبز البكتيريال ستينز، أنواع الصبغات أيضا إحنا شرحناها، راح تجيكم مثلا مثل الفصل الأول. أنطي مثال زين، لي simple stain, compound stain, والnegative stain. هاي واحدة. اثنين، عندنا simple stain أيضا تتذكرون حتى قلنا لونتها لكم باللون الأزرق والأحمر. من أقول give example of simple stain تنطي مثال، سواء كان الصبغة هي يعني زرقة أو حمراء، blue أو red، إذا ما أحدد لكم فتكتبون أي واحدة من عدها. أما إذا أحدد لكم مثلا اثنين blue فتختارون مثلين بلو أو مثلين أو كريستال فايوليت اللي هي أكثر شيء تستعملوها إن شاء الله مختبراتكم، وإذا أقول لكم ريد سيمبل ستين أوكي راح تختارون واحدة من هذه وقلنا عليها نيوترال ريد أو السفرانين، وأكثر شيء تستعملون السفرانين والكربول فوكسين، أوكي هاي كأمثلة. المثال على من أقول أنطي مثال على compound stain أو أحيانا يسموها complex اللي هي المعقدة لأنه تتكون من أكثر من محلول، فتنطي مثال أي واحد من special stain أي واحد من differential stain. إذا قلت لكم أنطي مثال على compound stain تنطي أي واحدة تكتبها من differential stain مثل gram stain راح تقول لي مثال عليها جرامستين، صحيح لأنه هي تابعة لمن؟ إلى الصبغة المعقدة أو المركبة. وإذا أنطيتني مثال على أي واحدة من هذني اللي هي سبور الكابسول الفلاجيلا
ايضا هي صحيحة، لان السبيشال ستين هي تابعة للكومباوند او الكومبلكس ستين. لكن اذا احدد لكم انطي مثال على الديفرنشيال ستين، انطيني مثال على صبغة تفريقية، فبهذه الحالة لازم تكتب هنا اللي هي اكثر شيء راح تستعملوها ان شاء الله هي الجرام ستين، مثل ما شرحناها واشتغلتوها. اما اذا حددت انطي مثال على السبيشال ستين، اوكي، فراح تكون اي وحدة من هذه الأنواع من الصبغات. إذا قلنا أنطي مثال على نيجاتيف ستين، هنا الطلاب إحنا يعني ما كاتبت لكم إياها أني بالمحاضرة، اكتبها يمك اللي هي اسمها مثل ما شرحناها، كتبتها على الصبورة اللي كان حاضر واللي كان مركز، اللي هو الحبر الهندي إنديان إنك، إنديان إنك الحبر الهندي، اوكي، هذا مثال عليه، يصير لونه اسود، يصبغ كل الباك جراوند اسود وتبقى البكتيريا ما مصبوغه. ليش؟ من اسمها نيجاتيف ستين، لانه شحنه الصبغه سالبه والبكتيريا جدارها بشحنه سالبه نيجاتيف تشارج، فيصير تنافر فما تنصبغ البكتيريا، لذلك يسموها نيجاتيف ستين. اوكي، السمبل ستين وبالكومباوند ستين راح اقول لك ما هو الهدف، ما هو الغرض من استخدامك للسمبل ستين. اوكي، هاي هسه احنا هذا كله نظري، عملي ما عندكم بكتيريا. ليش اسميها simple stain؟ because we use only one dye، احنا نستعمل فقط صبغة واحدة، لذلك نسميها simple stain. بالإضافة إلى أنه أنت راح تصبغ البكتيريا فقط بستيب واحد اللي هي إضافة الصبغة، وطبعا بعدين هذا يصير وراها washing، أنه تغسل السلايد حتى تتخلص من الصبغة الزايدة الموجودة على السلايد، لكن احنا عادة نقول one step. إذا عرفنا الغرض، أجي إلى ما هو هنا، العفو، هنا قلنا إحنا ليش يسموها simple stain، فقلنا أنه تستخدم لأنه نستخدم بها فقط صبغة واحدة اللي هي لو الزرقاء لو الحمراء، وبستيب واحدة نصبغ. زين، الغرض من عندها إحنا ليش نستعمل؟ أوكي، يعني هاي اكو قلنا بعض الاسئله قد تكون مكرره عندنا، ليش؟ لانه هي مهمه، مهمه انت كمرحله اولى لازم تعرف هاي الاشياء. الغرض هنا to know morphology and aggregation shape and aggregation of bacteria، ماشي، والدياجنوست طبعا to diagnose the bacteria. الكومباوند ستين ليش يسموها كومباوند مركبه؟ لانه because it consists of more one dye، يعني هو تتكون من اكثر من صبغة واحدة. differential stain ليش يسموها differential stain؟ هذا الجواب عندك، ليش differential stain؟ to differentiate between two groups of bacteria، حتى تميز لك بين نوعين او مجموعتين من مجموعتين من البكتيريا، two groups اللي هي من يا gram negative والgram positive. اما special stain فهي ايضا تصنف قلنا ضمن compound stain. زين، ليش؟ because we use more than one dye، احنا راح نستعمل اكثر من صبغة واحدة، لذلك يسموها مركبة، صبغة مركبة. زين، ليش لعد يسموها صبغة خاصة؟ ليش؟ to stain special part of cell، لانه راح تصبغ جزء خاص من البكتيريا مو كله. مثل ليش؟ مثلا عندنا spore stain راح تصبغ فقط السبور، كابسول ستين تصبغ فقط الكابسول، فلاجيلا ستين تصبغ فقط الفلاجيلا، وهكذا.
إذا هذه كملناها. السمبلستين تقريبا كل الصبغات تحمل الشحنة الموجبة، لذلك راح تتفاعل ويا أو ترتبط مع الشحنات الموجودة مع الصبغة السالبة للبكتيريا. فنشوف البكتيريا لو تنصبغ باللون الأحمر أو تنصبغ يعني باللون الأزرق، اعتمادا على الشحنة واعتمادا على التركيب الكيميائي للجدار الخلوي. زين، شنو الأدوات المستخدمة؟ هاي عندكم، ماكو داعي نعيدها لأنه أنتوا قاريها ومشتغليها. زين، هاي ما هي الأدوات المستخدمة بالسمبلستين؟ أوكي، والبروسيجر شيء بسيط، اللي هي عندك بكتيريال سمير وتصبغها، تضيف عليها أي نوع من الصبغة وتكملون طريقة العمل مثل ما قرأتوها بالفصل الأول ومثل ما اشتغلتوها. طيب، المحاليل المستخدمة بالنسبة إلى الجرام ستين راح تكون لخصناها، هاي طريقة العمل مالتها، لخصناها بالجدول تتذكرون، ونزلت لكم اياها ولخصتها، تمشون ايضا حسب التلخيص اللي عندكم او حسب المحاضره، سويت لكم اياها بشكل سؤال وجواب. اوكي، فنقول ضع الخطوات او طريقه عمل الجرام ستين بشكل جدول. اوكي، فراح تحطوها عندنا برايمر ستين، احنا نبدي بالكريستال فايوليت، بعدين الايودين، بعدين الكحول اللي هو 95% والسفرانين، نبدي بالصبغه الزرقاء وننتهي بالصبغه الحمراء. الصبغه الزرقاء هي بما انه هي اول صبغه تستعملها، اذا هي برايمري ستين، هي الصبغه الاوليه برايمري ستين. اما السفرانين يا اما يسموها كاونتر ستين، يعني الصبغه المعاكسه، يعني تعاكس بلونها للصبغة الأولى، هذه زرقاء هاي حمراء، أو يسموها سيكندري ستين يعني صبغة ثانوية. الأيودين يسموه المثبت الفكساتيف، لأنه تتذكرون هذا أيضا شرحناها، لأنه يثبت الصبغة في جدار الخلية. الديكولارايزر، الديكولارايزر الدي إزالة، والكولونيزيشن هي عملية إزالة اللون، فالديكولارايزر هو القاصر أو المزيل للصبغة، راح يكون هو الإيثانول. الجرام نيجاتيف بكتيريا والجرام بوزيتيف بكتيريا شلون راح تنصبغ؟ اعتمادا على مكونات جدارها، هذه بها نسبة عالية من هذه يعني ما مطلوبة من عندك، بس احنا شرحناها بوقتها حتى بس مجرد تذكير تظل ببالك. هذه تحتوي على نسبة قليلة من البيبتيدوغلايكان، هذه تحتوي على نسبة عالية من البيبتيدوغلايكان، هذا تحتوي على نسبة عالية من الليبوبولي ساكرايد اللي هو السكريات الدهون السكرية المتعددة، بولي ليبوبولي ساكرايد، لايبو بولي ساكرايد، سكريات متعددة دهنية. وعندنا هنا راح تكون بالعكس، اللايبو بولي ساكرايد يكون هنا قليل، يعني هنا يكون الدهن بها قليل، أما هنا يكون الدهن بها عالي. النتيجة النهائية أنه الجرام نيجاتيف تطلع باللون الأحمر ريد، أما الجرام بوزيتيف تكون باللون الأزرق، اعتمادا على مكونات الجدار الخلوي. هذا يفيد الطبيب بالعلاج، واحنا يفيدنا بالتشخيص، من نشخصها ننطي النوع للطبيب، هو راح يفيده بالعلاج، لانه البكتيريا الجرام نيجاتيف بكتيريا الانتيبايوتيك اللي يشتغل عليها يختلف عن الانتيبايوتيك اللي يشتغل على الجرام بوزيتيف. اوكي، اذا هذا الجدول تركزون ايضا عليه. انطي مثال على بكتيريا جرام بوزيتيف، يعني بكتيريا تنطي لونها ازرق، فراح يكون هي ستافيلوكوكاس المكورات العنقودية، او ستريبتوكوكاس المكورات المسبحية، زين، او بكتيريا الباسيلاس العصيات. اما الجرام نيجاتيف بكتيريا فهي
العائلة المعوية اللي هي أو عندنا السالمونيلا اللي تسبب التايفويد والشيجيلا، تتذكرون قلنا هذه تنمو على وسط الاس اس اجار اللي هو سالمونيلا والشيجيلا، وعندنا الايكولاي اللي هي بكتيريا القولون ممكن تضيفوها للمجموعة. بالنهائي الامتحان النهائي ان شاء الله راح يكون مثل الفصل الاول امتحنتوه، بس راح تجيكم كصور وانت تقول هذا شنو الشيب مالتها وشنو الاجريجيشن. الشغله الاخرى اللي هي عندنا الاشكال البكتيريه، نجي هسه الى الاشكال البكتيريه. هذه تتذكرون نزلت لكم اياها قلت بشكل مختصر لماذا تسمى سمبلستين، ما هو الهدف هذا كله تقرأوه. اوكي تقرأ وتجاوب، تقرأ وتجاوب، ومثل ما علمتكم الأجوبة مختصرة ماشي. او هذا هو الجدول مالت الجرام استين، وشنو المحاليل المستخدمة، محاليل solutions المستخدمة، هذه هي المحاليل المستخدمة طلاب، هذه تركزون عليهن ماشي، هي والوقت، الوقت كل واحد من عدها، فتركزون على هذه لأنه تغنيك عن كل الشرح الموجود بالملزمة. هاي شغلة. الشغلة الأخرى قلنا أعطي مثال لجرام نيجاتيف، هاي كتبت لكم إياها، أعطي مثال على جرام بوزيتيف أيضا. زين عندنا سؤال أريدكم تركزون عليه وتقرأوه، يعني هاي ترى الأسئلة هي تفيدكم بالكورس الثاني وبنهاية السنة ماشي. عدد وارسم، عدد وارسم الشيب اوف بكتيريا. طلاب انتم مدى تميزون، اكو هواية من الطلاب مدى يميز بين كلمة شيب وبين كلمة اجريجيشن. شيب يعني شكلها، يعني انا اقول لك هذه الطوبة شلون شكلها، شكل شيب، راح تقول لي كروية. زين بينما اقول لك مثلا هذه المسطرة شلون شكلها، راح تقول لي مستطيلة عصوية الى اخره. اذا الشيب هو الشكل اللي انت تشوفه، الشكل الشوب تقريبا الهندسي مالتها شنو. اما الاجريجيشن فهو تجمعها، يعني من راح البكتيريا، من راح اذا هي كرويه، اذا هي كرويه من تنقسم تنشطر تتضاعف بواسطه الباينري فيشن اللي هو الانشطار الثنائي البسيط. ايش راح يصير؟ البكتيريا ما راح تنفصل الوحده عن الثانيه، لا راح تظل وحده لازقه باللخه. الالتصاق مالتها هذا يسموه aggregation، تجمع. اوكي فلو تبقى اثنين او تصير اربعه او تصير سلسله او تصير عنقودية، اذا هذا يسموه aggregation. فعندنا سؤالين تركزون عليها كل الزين بالكورس الثاني وبنهاية السنة، اللي هو ارسم او عدد مع الرسم shape of bacteria، شكل البكتيريا. تعددوها spherical اللي هو كوكاس كروية، سلندريكال باسيلاس كيرفد، سلندريكال تعرفون يعني اسطواني، باسيلاس اللي هي عصوية، الكيرفد أو فيبريو يعني المنحنية، سبايرال حلزونية. فهذه كل واحدة من عدها تخلي رسم أمامها ماشي. ودزيت لكم فيديو ببس أشكال البكتيريا، وعدكم بالملزمة
ايضا هذه يصير لونها صورة لونها اصفر غامق، تركزون على الشكل، يعني هنا تكتبه وبصفه رسمها. بس شلون راح ترسمها مفرطه مو وحده بصف الاخرى؟ ليش؟ يعني انا رايده من عندك بس شكل، ماشي؟ اما اذا قلت لك عدد انواع الاجريجيشن للبكتيريا مع الرسم، شلون راح يكون تجمع البكتيريا الاجريجيشن؟ راح تقول لي ديبلو، والديبلو يعني ثنائي، تترا رباعي، ستريبتو مسبحي، بيرد هنا البيرد تجي يعني مزدوجة، بس مو مثل الثنائية، لا هنا راح تشبه الكلى، كدني شيب. ستافيلوكوكس اوكي، يعني يصير التجمع مالتها عنقودي، تشبه الكريب، يعني مثل العنقود العنب جريب. الديبلو اذا كانت بشكل كروي فيسموها ديبلوكوكاي، هذه هي ديبلوكوكاي. فاذا اجدتك مثلا بالامتحان اقول لك ارسم ديبلوكوكاي، يعني اثنين كرويه ثنائيه، زين؟ فترسمون اثنين واحدة بصف اللخة ثنائية. أما إذا قلنا ديبلو باسيلاي فراح تكون هذه عصوية ثنائية، يعني اثنين شكلها عصوي بس لازقة واحدة بالثانية، لأنه ما انشطرت بعد، ما انفصلت بعد الانقسام البكتيريا، ظلت واحدة مشلبة باللخة، واحدة لازقة بالثانية. أوكي؟ هذه طبعا هي مهمة بالتشخيص، تشوفوها لو تصير جرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف. التترا كوكاي هذه اللي هي رباعية كروية، والباسيلاي اوكي، وستريبتوكوكاي اللي هي مسبحية كروية، ستريبتو باسيلاي يعني مسبحية عصوية، بيرد كدني شيب، هذه هي كدني شيب، وقلنا اللي تشبه العنقود العنب هي ستافيلو كوكس. هذه كل ما يتعلق بالبكتيريولوجي. اروح على شنو؟ اروح على هسه جنرال يورين اكزامينيشن، وراح اعيد لكم اياها كلها، بس مو بس يعني الميكروسكوب، راح اعيدها كلها لانه قسم من الطلاب كان عندهم ظروف فطلبوا من عندي انه اعيد لهم اياه. ماشي ان شاء الله، راح هسه اعيد لكم اياها وتركزون على الاشياء اللي اقول لكم عليها. هسه وين نروح؟ الى الجنرال يورين اكزامينيشن، حتى من البدايه، من اول ما تبدي بالجنرال يورين اكزامينيشن انت عندك مختصرات، زين؟ هاي المختصرات تخلي ورقه يمك وشكو مختصر تكتبه على جهه، وانتم بيناتكم بالجروب قولوا احنا لقينا فلان شيء، واني هسه راح اذكر لكم اياها ايضا، ماشي؟ ماكو هيجي أستاذ بهالدرجة يشرح المادة للطلاب، أنا الغاية من عدها طلاب أنه أنت من راح تطلع مني من المرحلة مالتك للمرحلة البعدها، ومن راح تتخرج شقد استفاديت من عندي، شقد ظل ببالك، أنا هذا اللي يهمني، ماشي؟ إلا الكل إن شاء الله تعالى كلكم ناجحين، كلكم متفوقين، وكلكم أذكياء، تبقى أنت وحرصك على المادة، إيش قد تريد تتعلم تقرأ زايد تشتغل زايد. نيجي هسه هنا GUE هي General Urine Examination، أي حرف خطأ طلاب، انتوا تعرفون احنا يعني اني اتساهل وياكم ببعض الامور، لكن بالمختصرات طلاب تقروها زين، لان انت راح تتعامل مع طبيب، ما راح تتعامل ويا كمصطلح كامل، انت راح تتعامل ويا بالمختصرات، فحرف واحد ممكن يغير لك طريقة عمل او النموذج يكون مختلف. وقلناها جي جنرال، يو يورين،
أما إذا كان بدل اليو اس فبدل الإدرار رح يكون النموذج بهيجي حالة خروج براز. فشوف الفرق، فلازم أنت تعرف ب شنو معنى هذا الحرف، تمام؟ هاي تركزون عليها هسه. هذه قراءة سريعة، قراءة سريعة، أوكي. أروح على الجنرال يورين إكزامينيشن. الجنرال يورين إكزامينيشن وين راح راح نجي هنا، شنو التحاليل اللي راح نسويها؟ يا أما ماكروسكوبيك إكزامينيشن أو مايكروسكوبيك، هي مو أو أما أو، لا هي اثنيناتها. إحنا راح نسوي التحليل اللي هو الفحص بالعين المجردة ماكروسكوبيك، وعندنا المايكروسكوبيك هو الفحص المجهري. الماكروسكوبيك مثل ما شرحناها باليومي راح تكون بها يعني جزئين أساسية، اللي هي الفيزيكال والكيميكال. بالنسبة إلى الاختبارات الفيزيائية والاختبارات الكيميائية، الفيزيكال راح تكون يعني أنت راح يجيك نموذج، هذا النموذج لازم أنت خلال ساعتين الأولى بعد الجمع أنت فحصه. ليش؟ لأنه وراء الساعتين راح تصير عكو تغيرات بالإدرار. الإدرار بطبيعته هو أصلا معقم، يعني شنو؟ يعني ما بي مثل الدم، مثل الـ CSF المفروض ما بي أي نورمال فلورا، ماكو أي بكتيريا طبيعية بي. ممكن بعد هذه الساعتين راح تتغير ببعض المركبات، ممكن تتحلل، ممكن تتحول إلى غير مركب. إذا كانت ببكتيريا أو فطريات راح تتضاعف وهكذا. إذا أنا لازم أفحصها خلال الساعتين الأولى بعد الجمع. طرق الجمع قلنا أفضل الوقت للجمع هو at morning بالصباح. ليش؟ لأن الإدرار يكون مركز، تمام؟ وعندنا بعد الطرق الأخرى اللي إحنا شرحناها باليومي. هذه إن شاء الله راح تروحون بالمختبرات بالمستشفيات وراح تشوفون طرق كل شهواية بالجمع الإدرار من المرضى اللي يسوون غسيل كلى إلى آخره، النايمين بالمستشفى وهكذا، أوكي؟ كما شرحنا إحنا باليومي. أجي على الفيزيكال. الفيزيكال ما راح أضيف أي مادة كيميائية للإدرار حتى تسوي هذا الاختبار الفيزياوي، لذلك يسموه فيزياوي. أما الكيميكال لا، أنت لازم تضيف مادة كيميائية تتفاعل مع محتوى أو مركب معين موجود بالإدرار ينطيك لون، تغير باللون أو تضبب إلى آخره. فإذا صار أكو تفاعل كيميائي بين المادة اللي أنت ضفتها وبين المركب اللي موجود. طيب وين أركز هسه؟ عدد الطرق الفيزيائية والاختبارات الفيزيائية التي تجرى على الإدرار. يعني أنا ما أجيب لك خلي بمخطط كل الجنرال يورين الاختبارات، ماكو ما أجيبك يا هيك شيء. أريد أشوف أنت إيش فاهم من أقول لك الفيزيكال. أنت راح تروح لي بس على الفيزيكال اللي هي تشمل كلر، لون الإدرار، أبيرنس مظهرة، فوليوم الحجم، أودر الرائحة، والسبيسيفيك جرافيتي الكثافة النوعية، أوكي؟ ومختصر الكثافة النوعية هو S capital S capital G، هاي خليها ببالك. صار عندي كم واحد؟ GUE والSG. الكيميكال
راح تشمل ال pH، البروتين اللي هو الألبومين، أتحرى عن الألبومين اللي هو موجود بالإدرار، والسكر sugar glucose، كيتون باديز الأجسام الكيتونية، بايل سولت أملاح الصفراء، يورو بيلينوجين، والبايل بيجمنت الصبغة الصفراء. هذه الثلاثة الأخيرة تكون لها علاقة بأمراض الكبد والمرارة. ماشي؟ زين. أما الميكروسكوب إكزامينيشن فإن شاء الله هسه راح أشرح لكم إياها، اللي هي تتضمن organized deposits اللي هي الترسبات العضوية، والـ unorganized deposits اللي هي الترسبات اللا عضوية. أجي هسه الفيزيكال. تخلون مثل ما قلنا يمك ورقة أو قلم، وأنتوا بيناتكم تحلون هذا الـ الأشياء اللي راح أنطيك إياها الملاحظات، وأنت تكتب تقرير وأشوف التقرير مالتك. سؤال كامل راح أجيب لك إياه اللي هو اكتب تقرير General Urine Examination للطبيب اعتمادا على الحالات أو النتائج اللي أنا راح أنطيك إياها. خوش، أنت عندك بالأخير اعتقد هنا كانت او بهذا، اوكي، في نهايه مالتكم الملزمه موجود هذا التقرير. زين، انت ايش راح تكتب بالامتحان؟ راح تكتب بالنص جي يو اي، جنرال يورين اكزامينيشن، مختصر، اوكي، مثل ما علمتكم. طبعا هذه هنا اكو معلومات المختبر، يعني اسم المختبر، مكان المختبر، وهكذا. هذه تركوها، يعني ما احتاجها، احتاج اللي يعني بالامتحان ما تثبتوها، ثبتوني هنا patient name. ماشي، هسه تاخذون بيديكم ورقه وتكتبون وياي، تكتبون بالنص جي يو اي، زين، لي فوق جي يو اي، اوكي، او ممكن لي جوا جي يو اي. بيشنت نيم انا راح اعطيك اياه بالامتحان، اسم المريض. خوش، انطيك حسين، محمد، اذا كان ذكر او انثى. زين، تكتبون البيشنت نيم نقطتين شارحه، مثلا محمود علي. الايج انا راح اعطيك اياه، ايش قد عمره، 20 30 70 80 الى اخره، years old. السكس انت تحطه، اذا شفت الـ الاسم المريض ذكر فراح تكتب ميل. السكس يعني الجنس، او مرات يكتبوها جندر، جي اي ان دي اي ار، جندر. زين، فاذا شفت الان نطيتك ذكر، اذا هنا اكتب ميل، ام اي ال اي. اما اذا نطيتك اسم بنيه مثلا ليلى، فرح تقول السكس هو شعتيادي في ميل، اف اي ام اي ال اي. التريتمنت البلايس هذه ما نكتبها عادة، احنا ما اذا ما اخذ علاج نكتب هي ما اخذ علاج، اوكي. اذا تركزون على الثلاثة الاولى. اذا عندي هسه اخذ مثال، اسم البيشنت محمود حسين، محمود حسين، انا راح اجيب لكم اياه بالانجليزي الاسم، لأن أسئلتكم بالإنجليزي طبعا. الأيج، الأيج 70 years old. أنت ايش راح تكون، ايش راح تكتب لي بالتقرير؟ السكس أنا اعطيتك اسم ذكر، فراح تكتب ميل، ممكن تحط علامة الذكر أو الأنثى. زين، ممكن، لكن يفضل كتابة ميل فيميل. ماشي، هذا التقرير
راح ترتبوه بهذا الشكل ايضا بالامتحان، زين؟ وتركزون على الاشياء اللي انا اعطيكم اياها، اوكي؟ المايكروسكوبك اكزامينيشن تسطروها انتو، تحفظوها، انا ما راح اكتب لك اياها، انت تحفظها وتكتبها، وهسه نجي عليها واحده واحده وراح كل السهله عليك تصير، ماشي؟ اجي هسه هنا عندنا، اذا انا صار عندي اسم والايج والسكس، اروح هنا الكلر بالعملي، اجيب لك صور، او هي الاستاذه بالعملي راح اجيب لك صوره تقول لك اكتب لي التقرير الخاص بالكلر، انت بس يا لون تشوف راح تكتب التقرير، تقول كلر، اوكي كلر، اوكي. فمثلا اذا بالامتحان قلت لك انه الادرار المريض كان deep yellow او امبر، زين، انت ايش راح تكتب؟ راح تقول color نقطتين شارحة، زين، تروح على خانة الكلر تقول physical، او يعني راح تبدي بالبداية physical، شلون اللي قبل شوية شفتنا التقرير physical اول واحد راح يكون color نقطتين شارحة، pale yellow deep yellow، او حسب انت شنو الان ناطتك اياه بالامتحان اللون، انت راح تروح وين على خانة الكلر وتملي تكتب فقط اللون، ماشي؟ فثبت مثلا انت عندك هسه اللون هو color of urine was يلو، فانت وين راح تروح؟ راح تروح على الكلر وتكتب شنو كلمة يلو، ها هي. بالعملي ايش راح يكون؟ بالعملي راح تكون صورة مثل ما شرحناها باليومي، راح تكون صورة، وطبعا صورة يعني مؤشر عليها، يعني مثلا عندك المؤشر على اليوتيوب، طبعا ما مكتوبة جواها هالأشياء، بس إدرار محطوط بتيوب أو أي شيء، زين، وإذا شفت لونه جوزي إيش راح تكتب؟ color نقطتين شارحة brown، إذا أحمر color نقطتين شارحة red، وهكذا، ماشي؟ زين، شنو اللي عندنا بالنسبة لي؟ الـ appearance اللي هي هسه اللي بعدها ثاني شيء بالاختبارات الفيزيائية، أول شيء عندك اللون، اثنين عندنا الـ appearance المظهر، قلنا أكثر المختبرات تستعمل كلمتين لو كلير صافي، لو تيربد اللي هو عكر، زين. شوف هذا ليش حاطي لك هنا وراء كتابة جريدة محطوطة حتى يشوفك، مثلا شوف هذا صافي لأن تبين وراء الكتابة، إذا هذا clear. فبالامتحان راح أقول لك مثلا كان الإدرار، كان الإدرار المريض not clear غير صافي، يعني أنا ما راح أقول لك بالامتحان كلمة turbid أو cloudy أو هاي، لا راح أقول لك، راح أقول لك أو مثلا تنتبه عليها هاي، أقول لك بالفحص المجهري كان عنده full field pustule full field amorphous، زين، يعني اكو بالفحص المجهري اكو نشوف اشياء مملوءه
تحت المجهر، يعني السلايد كله متروس خلايا قيحية، متروس كريستلز ورمل بلورات، بمعنى أنه إدراره 1000000% حيكون غير صافي. زين، فأنت ايش راح تكتب بخانة خانة الابيرنس؟ ايش راح تكتب بخانة الابيرنس؟ راح تكتب تيربد. ليش؟ لأن أنا ايش ناطيتك إياها؟ ناطيتك انه هو تحت المجهر شفنا اشياء ترسبات عضويه ولا عضويه كلش هوايه. فاذا 1000000% راح يكون الادرار مال تشبيه مثل هذا، مو صافي. ليش؟ لان اكو بي ترسبات عضويه او لا عضويه او اثنيناتها سوا. ماشي، اذا صار عندنا هذا اللون الكلر والأبيرنس. بالمحاضرة الألوان اللي مثلا احنا نعطيكم اياها، اللي هو طبعا قبل ما اقول لكم اياها، هذه انه النورمال الكلر، تتذكرون قلنا عليه يلو، بيل يلو. اوكي، فاذا قلت لكم مثلا انه الشخص هذا البيشنت كان يشك الطبيب انه ادراره او شاف الادرار مالته او فحصه بطريقه ما وكان الادرار مالته اصفر طبيعي، يعني ما اقول لك، اقول لك نورمال بس ما اقول لك طبعا شنو اللون. انت تعرف اذا كان نورمال معناتها راح تكتب في خانه الكلر شنو، يلو او بيل يلو. اما الحالات اللي هي تكون طبعا بها abnormal، زين، اللي هو colorless عديم اللون في حالة جماعة الديابيتس، اذا كان منه ابو السكر من كثر ما يتدرر المادة الصفراء تقل بالادرار، فيكون الادرار مالته عديم اللون. زين، ايضا هذه نقطة تنتبهون عليها. فإذا كان شخص بديابيتيز سكر أكثر شيء راح يكون كالرلس، طبعا حسب الحالة، ما أخذ دواء ما أخذ دواء إلى آخره، وهكذا بالنسبة للبقية. زين، إذا كان ملكي هاي معناتها بي باسيل هواية. أروح بعد على السريع، قلنا الأبيرنس لو كلير أو كلاودي أو كلمة تيربد. زين، تيربد. أروح على specific gravity اللي هي قلنا عليها شنو، تنتبهون على ال SG، لأنه بعض المختبرات ما يكتبوها كلها specific gravity، يكتبون بس SG. إذا أقول لك كانت الاسبيسيفيك جرافيتي نورمال للبيشنت، نورمال للبيشنت، انت تعرف النورمال للاسبيسيفيك جرافيتي تتراوح ما بين ال 1.0150 زين 5 الى 1.025، يعني من 15 الى 25. اي رقم تكتبه، تكتب يعني ممكن تكتب 1.115 15، زين، او تكتب مكان هذه 16 17 او الى حد 25. تتذكرون هذا باليوم شرحته، لكن شويه بدي اشرح حسب التفصيل، يعني اكو بهم موجودين كانوا. فتكتب رقم، تكتب رقم. زين، وإذا أقول لك الspecific gravity كانت أقل من الطبيعي، أنت إيش راح تقول؟ راح تقول يعني تكتب لي 1.13 1.013 إلى آخره. زين، وإذا قلت لك
كانت أعلى من الطبيعي فرح تكتب أعلى من 25. وتتذكرون قلنا بالرسم مالته كان أعلى رقم بي هو 60، فتتراوح من 1 إلى 60. أوكي، فمو تكتبوا لي أعلى من 60 لأن هو أصلا ماكو أعلى من 60. نجي إلى بعد عندنا إذا صار عندنا معلومة النورمال هذا الرينج مالته، مو تكتبوا لي رينج، أنا ما أريد رينج، كتبون بس رقم واحد، هاي تركزون عليها. ماشي، عندنا هسه طريقة عمل الاسبيسيفيك جرافيتي، طريقة عمل الاسبيسيفيك جرافيتي زين، الاسبيسيفيك جرافيتي هذه هي البروسيجر، شيء بسيط جدا تكتبون، ما اريد هواية، اللي هي تملي اول شيء خلو سؤال، ما هي الادوات المستخدمه بالسبيسيفيك جرافيتي اللي هي مو طريقه السترب، مو طريقه الشريط، زين هذه طريقه المانيوال يدويه. الادوات او الاكويبمنت اللي هي المتطلبات راح تكون بالنظري عدد الادوات، بالعملي ممكن راح تجيكم اسئله نظري على العملي، عرفتوا شلون؟ يعني مو إلا كلها صور، راح تجيكم بيها أشياء نظري تكتبها، عدد ارسم، زين هاي بالعملي. عندنا الأدوات هي يورينوميتر، زين يورينوميتر، ممكن تجيكم مثل هذه الصور ونقول لك هذا شنو، تقول يورينوميتر، هذا شنو سلندر، بس يقد يكون حجمه 50 مل، زين. بعد شنو الأدوات اللي تستخدمها، هو الإدرار، الإدرار أيضا لازم يكون حجمه 50 مل، ها هي بسيط كلش. إذا بالعملي طلاب ممكن تجيكم صورة وممكن يقولوا لكم عدد، بالنظري رح أجيب لك طب بس عدد، ما عندي صور، خوش. هاي الشغلة. الشغلة الثانية طريقة عمل بسيطة جدا تكتبوا ليها. احنا هسه قبل شوية قلنا، قلنا انه لازم يكون الحجم 50 مل للإدرار، في حالة اذا كان الحجم الإدرار اقل من 50، زين اذا كان حجم الإدرار اقل من 50 ايش راح تكتب بهاي الحالة؟ راح تكتب في خانة ال اس جي او السبيسيفيك جرافيتي، زين تكتبها نقطتين شارحة كيو ان اس، كيو ان اس يعني كوانتيتي نوت سفيشنت، إذا كان كمية الإدرار أقل من 50 معناته كمية الإدرار غير كافية لإجراء الاختبار، زين كمية الإدرار غير كافية. الـ QNS خلوها من ضمن منو، مو تنسوها هاي كلش مهمة، زين QNS تخلوها من ضمن المختصرات Quantity Not Sufficient. وطلاب أكررها عليكم، تحفظون السبيلينج وتعذرون في حالة أي حرف خطأ رح أحاسبكم عليها، تدرون إحنا شوية نتساهل في بعض الأشياء لكن هذه ما أتساهل بيها لأنه عيب، أنت رح تتعامل مع طبيب، عيب ما تعرف الـ 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 الأشياء الرئيسية للتحليلات، فإحنا من المرحلة الأولى نعلم الطالب هذه الأشياء. أوكي، إذن هذه نظري وعملي،
تركزون عليها. الارسم ارسم اليورينوميتر، وهذا هو الرسم مالته، هذا بالنظري. اما بالعملي فقلنا صور، اليورينو ميتر السبيلينج مالته ايضا تركزون عليه. هاي خلصناها. عندنا شغلة الفوليوم، فوليوم اروح على هنا ما مكتوبة بس انا شرحتها بالعصبورة باليومي. وين خانة الفوليوم؟ هذا الفوليوم راح اقول لك. الفوليوم كان حجم الادرار، فوليوم اوف يورين، خلال 24 ساعة، لان هذا احنا نقيسها خلال 24 ساعة، واللي كان حاضر شرحت لكم اياها. اوكي، قلنا نجمع الادرار من البيشنت خلال 24 ساعة، ايش قد يتدرر اني اجمعه، وخلال 24 ساعة اجي اقيس الحجم مالته بالمل. النورمال بالنسبة الى الطبيعي هو من 1 إلى 2 لتر لكل 24 ساعة، من 1 إلى 2 لتر لكل 24 ساعة. قلنا نكتبها لكل 24 hour أو نكتبها per day، لكل day. فإذا قلت لكم أنه الفوليوم للإدرار كان أعلى من الطبيعي، زين، أنت تعرف الطبيعي هو من 1 إلى 2 لتر، لكن إذا أقول لك abnormal أعلى من الطبيعي، فأي رقم تكتبه أعلى من 2 لتر هو صح. راح تكتب 2.5 لتر، 3 لتر، زين، بس مو تكتب لي 10 و20، ماكو هل يعني تكتب لي بهالأشياء هاي. أوكي، وإذا أقول لك أقل من الطبيعي راح تكتب أقل من 1 لتر، فتقول مثلا 400 مل، 200 مل، 100 مل، زين. والواحد لتر تعرفون أنه يساوي 1000 مل، والاثنين لتر هو 2000 مل، مليليتر. هاي بالنسبة إلى خانة الفوليوم. عندنا بعد خانة اللي هي الأودر، أيضا شرحناها باليومي فضيفوها هنا، أودر الرائحة. إذا أقول لك كانت الرائحة طبيعية، كانت الأودر للإدرار كانت طبيعية، فتكتب بخانة الأودر لو أو يو اللي هو إنجليزي، أو أو آر هذا أمريكي، أودر رائحة. لح تكتب مو تكتب لي نورمال، أنا أقول لك إنه الرائحة مالته نورمال، أنت إيش راح تكتب؟ راح تكتب أروماتيك، رائحة أروماتية. وقلنا في حالة إنه لما يكون السكر في بعض الحالات يكون يعني جدا واطئ، وتصير عندهم المركبات الكيتونية اللي هي بيتا بيوتريك هيدروكسي بيوتريك أسيد، مركبات كيتونية سامة، فرح يتحول رائحة الإدرار إلى مثل ريحة الكيتون أو الأسيتون. فاش تكتبون؟ أقول لك مثلا هو كانت الرائحة عنده abnormal، مو تكتب لي أروماتيك، راح تكتب لي مثل ما كتبناها باليومي، راح تقول كيتونيك أو أسيتونيك، زين. نجي إلى إذن هاي تقريبا خلصناها اللي هي الماكروسكوبك الفيزيكال. قلنا لو تكتب جواها فيزيكال او ما تكتبها، مثل هاي صحيحه كلها تخبطها الفيزيكال ويا كيميكال، فراح تكون كلر، ابييرنس، فوليوم، زين، اللون المظهر، الحجم، وعندنا بعد
اللي قبل شويه قلناها اللي هو الاودر والسبيسيفيك جرافيتي. ايش بقى عندنا؟ عندنا الكيميكال. الكيميكال راح تركزون على مثل ما شرحت لكم اياها باليومي. عندنا البي اتش بالعملي راح تجيكم ورقة، مثلا صورة ورقة لتمس بيبر، إذا كان اللون مالتها وردي راح تكتب بي اتش أسيدك أو الرياكشن أسيدك. أما إذا كانت الورقة لونها أزرق زين، فراح تكتب عليها الكلاين قاعدي. هاي طريقة الكتابة pH acidic pH alkaline. ماشي من اللون، من اللون. وهذه جدا جدا مهمة، تركزون عليها بالنظري والعملي. خوش، هذه جدا مهمة. هاي العبارتين، شنو الأدوات اللي أنت راح تستخدمها؟ هاي قلناها أيضا باليومي، راح تكون هي يورين ولتمس بيبر. يورين لتمس بيبر اللي هي هاي، كلمة لتمس بيبر يعني ورق عباد الشمس. وشنو بعد إحنا نحتاج؟ نحتاج إلى يورين. هاي هذا البي اتش. أوكي، النورمال من 6، من 6 إلى 6.8، أقل من عنده abnormal وأعلى من عنده abnormal. زين، وين أروح بعد؟ البروتين. البروتين مثل ما شرحنا، إذا كان البروتين ما موجود واللي هو النورمال والمفروض ما موجود بالإدرار تكتبون null. زين، أما إيش وقت يصير abnormal؟ إيش وقت راح يطلع البروتين بالإدرار؟ في حالات الإنفكشن، إصابات بكتيرية إلى آخره، كانسر، هاي بلود بريشر يعني من يرتفع ضغط الضغط الدم، لجماعة الديابيتيز أهل السكر. زين، أيضا نشوف عندهم تتلف الكلى، ففي حالات الكيدني دامج أو كيدني ديزيز أو كيدني فيلر. زين، فشل كلوي، تلف كلوي، أمراض الكلى، ايش راح يصير عندهم؟ راح يطلع البروتين بالإدرار، فهذا يعتبر abnormal. إذا normal تكتب بروتين ألبومين نل. إذا كان أقول لكم البروتين سوينا التحليل وكان البروتين ما موجود بالإدرار، فايش راح تكتب؟ تكتب بروتين ألبومين نل. زين، بروتين البومين نقطتين شريحة نل. أما إذا قلت لك مثلا كانت نسبة البروتين جدا عالية في الإدرار، فرح نجي على التحليل. قلنا كم طريقة التحليل الكشف عن البروتين أو الألبومين بالإدرار؟ طريقتين، لو تكتب بويلينج أو تكتب هيتينج، هي صحيح، بس يعني هذا احنا انت خليها لك بعد التخرج، ممكن تستفاد من عندها. انت مطلوب من عندك فقط اسم الطريقة. وين تروحون؟ تروحون على السلفو سالسيليك أسيد، والمختصر مالتها SSA. طلاب، سلفو سالسيليك أسيد، حامض السلفو سالسيليك أسيد. ايش قد تركيز الحامض؟ هذا جدا مهم، من 20 إلى 30%. ما هي الأدوات المستخدمة لإجراء فحص أو اختبار السلفو سالسيليك أسيد، العفو، لاختبار للكشف عن البروتين أو الألبومين بالإدرار بطريقة السلفو سالسيليك أسيد؟ شنو الأدوات؟ small test tube سلفو سالسيليك أسيد و pipette، بالإضافة إلى شنو بعد؟ اليورين، تكتبون يورين إدرار. اكتب طريقة العمل بشكل مختصر، أنا اعطيتكم على باليومي بشكل رسم، رسمو زين أسهل لكم، بس لا تنسون تركيز الحامض.
ماشي؟ بالعملي راح تجيكم، نجيب لكم صور. أقول لك هذا أول واحد قبل ما أروح على الصورة. إحنا شنو عندنا؟ إحنا عندنا سمول تيست تيوب أخلي بيها قليل من الإدرار وقطر فوقها حامض. إذا كان عكو بالإدرار عكو بروتين اللي هو الألبومين اللي هو الزلال البيض، من نضيف له حامض شي يصير بيه؟ يتخثر ويبدي يتضبب. فكل ما زاد تركيز البروتين بالإدرار لح يزيد التضبب، معناتها عكو التلف هواية أو قوي أو حالة المرضية شديدة عند هذا الشخص. إذا ظل ضفتوا الحامض على الإدرار وما تغير، ماكو أي تضبب، لح تكتب. شلون لح تكتب النتيجة؟ لح تقول بروتين ألبومين اللي هي هذه الخانة، هذه عندكم خانة بروتين ألبومين نقطتين شارحة، إذا ماكو أي تغير نل. زين؟ أما إذا عندك أنت مثلا طلع كلش قليل تريس ويتضبب قليل شوية شوية، 1 بلس يعني زائد 1، 2 بلس زائد 2، 3 بلس زائد 3، أوكي؟ آخر شيء هذا مثل التباشير يصير طوخ اللي هو 4 بلس، تكتب 4 صلايب 3 صلايب وهكذا. بالنسبة عندنا إلى الجلوكوز أو الشوغر، نفس الشيء مثل البروتين، المفروض بالحالة الطبيعية ما يطلع تطلع جزيئة السكر بالإدرار. ايش راح تكتب؟ أقول لك الإدرار لهذا المريض كان بكمية الجلوكوز طبيعي بعد إجراء الفحص. فايش تكتب؟ ايش تكتب؟ تكتب بخانة، تكتب بخانة رأسا تنزل أنت تكتب على جلوكوز شوغر جلوكوز نقطتين شارحة نل. أما إذا قلت لك أنه بعد إجراء الاختبار كانت ظهر عندي اللون أخضر مزرق، راح تكتب تريس. إذا طلع أخضر 1 بلس، إذا طلع أصفر 2 بلس. وش وقت يطلع بالإدرار السكر؟ لما يكون تركيزه أعلى من 180. التركيز الطبيعي بالدم هو من 80 إلى 120، من يبدي يصير تقريبا 160-180 يبدي يطلع بالإدرار. زين؟ مليغرام بالمية طبعا مات الوحدة. إذا صار أصفر 2 بلس، إذا جوزي 4، تكتب بخانة الجلوكوز 3 صلايب، إذا شفته أحمر تكتب 4 صلايب. نرجع هنا الأشخاص اللي عندهم ديابيتيز سكر راح يطلع عندهم abnormal. كل ما يزيد السكر بالدم راح يزيد بالإدرار، فيتتغير الألوان مالت الإدرار. زين، سؤال، ما هو أو أول شيء خلنا ناخذها بالسرعة، ما هي اسم الطريقة اللي تستخدمها في الكشف عن السكر في الإدرار؟ ما هي اسم الطريقة اللي تستخدمها في الكشف عن السكر بالإدرار؟ الطريقة هي بنديكت ميثود، على اسم العالم بنديكت. هاي واحدة. اثنين، ما هي الأدوات المستخدمة للكشف عن السكر بالإدرار بطريقة بنديكت ومثل ما قلناها باليومي؟ تيست تيوب، بس يكون لارج تيست تيوب، راك، بنديكت سوليوشن يكون لونه أزرق، يورين، بايبيت، وقلنا شنو لازم؟ ووتر باث اللي يكون درجة الحرارة مالته
100 درجة مئوية. طريقة العمل مثل ما سويتلكم اياها على السبورة كرسم، بس تحطوا لي مثلا رقم واحد، رقم واحد تأشرون على البندكت، رقم اثنين يعني حتى أعرف، لأن هو هاي خطوات، هاي الخطوة الأولى أنه أنا أخذت 5 مل من البندكت وخليتها بتيست تيوب، رقم اثنين مثل ما أشرت لكم عليها باليومي على اللوحة، نضيف من 6 إلى 8 قطرات، هي 8 قطرات من البندكت، محلول بندكت زين. بعدها قلنا راح نخليها 5 دقائق بالووتر باث اللي هو درجة الحرارة مالته 100 درجة مئوية، بعدين أبرد، أنتظر شوية يبرد حتى يثبت اللون مالته، وأجي أقرأ، أجي أقرأ بالعملي صورة راح تجيكم على بس صورة، يعني مثلا عندنا هذا لون أزرق بس، وأقول لك اكتب النتيجة، راح تكتب sugar glucose null اوكي. واذا شفتوه اخضر، انت تعرف الاخضر ايش راح تكتب؟ 1 بلس اوكي. اذا كان جوزي راح تكتب 3 بلس، واذا كان احمر راح تكتب 4 بلس، وهكذا. الكيتون بوديز هي عبارة عن مثل ما قلنا، هذا مو هذا بيتا هيدروكسي بيوتريك أسيد. هنا أنا أكو شوية يعني تفاصيل أكو بيها، فمشرحت لكم إياها بالكامل. إحنا كنا قبل نسويها يدويا، لكن حاليا اكو اشرطة نكشف عنها اوكي، وشفتوها انتو اشتغلتوها بالمختبر. هذه ما مطلوبة من عندك طرق العمل، لكن اعرف انه من الكيميكال تيست الاخرى اللي يطلبها الطبيب هو الكيتون بوديز، اجسام كيتونية. اجسام كيتونية هذه تتكون نتيجة تحول الدهون بالجسم الى داي أسيتيك أسيد أو أسيتون إلى آخره، وهذه هي كلها مركبات كيتونية سامة، سامة من تتكون بالجسم رح تؤدي إلى الكوما اللي هي الإغماء. والشي يصير تصير يعني يسموها الأسيدوسز، يعني تزيد الحموضة السوائل، تصير كلش عالية بالنسبة للإدرار، وها طبعا حالة خطرة تؤدي إلى الكوما زين. هذا ايضا هذا هاي الملزمه تخلوها يمكم تستفادون من عندها ان شاء الله بعد التخرج ان شاء الله تعالى، في حاله اذا اختفت الستربات من السوق او هذه ترجعون على طرق العمل القديمه، فهذه تخلوها يمكم. حتى طرق التحضير المحاليل كاتبين لكم اياها، واي شيء تحتاجون ان شاء الله احنا ما نقصر وياكم. الستريب، هذه هي كلمة ستريب اللي هي الأشرطة، ومثل ما أيضا اشتغلتوها باليومي بيها تغير بالألوان، وتجون تقرون تغير بالألوان شينطيك التغير، تكتب بال على التقرير الطبيب الجنرال يورين أوكي. بالنسبة عندنا هسه الى الميكروسكوبيك اكزامينيشن. الميكروسكوبيك اكزامينيشن ايش راح تقرا هنا؟ شوف هذا اكو نماذج من كيفيه كتابه التقرير اوكي. هنا ممكن نقول البي اتش بس رقم 1 5، سبيسيفيك جرافيتي تكتب بس رقم بس مو من الى زين. الجلوكوز تكتب لونل لون بلس او 2 بلس او 3 بلس وهكذا زين. هذه طريقة الكتابة. أروح على الميكروسكوبيك إكزامينيشن. ميكروسكوبيك إكزامينيشن زين. الميكروسكوبيك إكزامينيشن راح تركزون على أول شيء ما هي. هنا نتروح عندك
نزلت لكم اياها انا بالجروب، اللي هي هذه طلاب مختصر جدا مفيد للمايكروسكوبيك اكزامينيشن، زين تقراها وتطب للامتحان، اللي هي what are the materials are used to do microscopic examination of the urine، شنو هي الادوات المستخدمه حتى تفحص بها الادرار تحت المجهر، راح يكون هو شيء اعتيادي. سنترفيوج، سنترفيوج تيوب، سلايد، كفر سلايد، الادرار 10 الى 15 مل يمشي لك شغل، واذا عندك 8 مل ممكن باستور بايبيت، وشي اعتيادي لازم عندك لايت مايكروسكوب. اذا هذه هي الادوات، زين راح تستعملها. 2، انت راح تحط الادرار تسوي له ميكسينج وتحطه بالسنترفيوج تيوب، زين ايش قد السرعه وايش قد الوقت، هذا جدا مهم طلاب، جدا مهم. 3000 دوره بالدقيقه 5 دقائق. اللي بعدها اكتب البروسيجر، طريقه العمل، شلون راح تسوي طريقه العمل، كيف راح تسوي طريقه العمل. اوكي، طريقه العمل عندك هنا كلها مكتوبه. انه انت راح تاخذ السنترفيوج تيوب تحط بيه الادرار 3 ارباعه بما يعادل 8 الى 10 مل، راح تخليه بالسنترفيوج تيوب بالسنترفيوج العفو 3000 دوره بالدقيقه لمده 5 دقائق، تطلعها من الجهاز، اذا اكو ترسبات عضويه ولا عضويه راح تشوف اكو ديبوزيت، ديبوزيت هو الراسب، واللي يبقى اللي فوق الرائق راح يكون هو يسموه سوبر نيتنت اللي هو الرائق. اذا عندي راسب ورائق، نسكب كل الرائق وين عندك كونتينر او سنك، انت تخلص من عنده، راح تجي على الراسب تخضه زين تسوي له ميكسينج، وبعدين تديره على السلايد بالسنتر وتحط فوقه كفر سلايد، وتجي تفحص على 10 مل عفوا على العشرة اكس اللي هو اللو باور، بعدين على الهاي باور اللي هو الاربعين اكس. اذا تيك 10 مل اوف يورين اند بوت ات ان سنترفيوج تيوب، put the tube in centrifuge 3000 دورة بالدقيقة 5 دقائق، discard يعني تهمل the supernatant and put one drop of deposit on the slide اللي هو هسه الحكي اللي قلناه كله، put the cover slide on the drop of deposit examine under low power and high power. زين هسه شنو هي اللي انت تتوقع تظهر، زين شنو الاشياء اللي هي موجوده، شنو الترسبات العضويه ولا عضويه عندي قبل ما ابدي بيها، what is او what are، هنا نتيجي لان عندي add. what are LPF and HPF، هذه المختصرات جدا 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 مهمه، اوكي تركزون عليها، النظري وعملي، نظري وعملي، وبالعملي ممكن يجيبوا لك عدد الترسبات العضوية، وبالنظري أيضا ممكن عدد الترسبات العضوية ولا عضوية. إذا العملي والنظري بالنسبة لي الجنرال يورين تقريبا راح تكون نفس الشيء، لكن تكون هنا بها صور بالعملي أكثر من الأسئلة النظرية. LPF هي lower power field، يعني انت راح تفحص على العشرة اكس، والHPF هي high power field راح تفحص على الاربعين اكس. هذه عندنا مصطلحات لازم تكتبوها بالتقرير. هسا اجي هنا السؤال الاخر، numerate the organized deposits and draw each one، ارسم
عدد وارسم الترسبات الأورجنايزد. هنا تنتبهون طلاب، ما هي الترسبات العضوية اللي موجودة بالإدرار؟ زين، الترسبات العضوية أخذت لكم إياها بالسرعة حسب ما موجود بالملزمة. فنبدي، إيش وقت تظهر الترسبات العضوية؟ شلون راح أكتب التقرير للطبيب؟ الترسبات العضوية هي الـ RBC، هاي تتسطر وحدة ورا اللخة ككلمات زين، بدون ما تكتب 1 2 3، هاي بس احنا نكتبها 1 2 3 لان انت راح تعددها بالامتحان وترسمها، اوكي؟ لكن بالتقرير بس مجرد تكتب RBC وهكذا، بس الكلمة زين مثل ما موجودة عندكم بالتقرير. اجي على، بس اريدك تنتبه وياي لهاي النقطة لان جايتك بالامتحان النظري. انت راح تاخذ اول سلايد، راح تخليه تحت الميكروسكوب وتفحصه على 10x وبعدين على 40x، وتنطي النتيجة للطبيب على 40x اللي هو شي يسموه HPF. اذا شفت اول صورة اطلعها تحت الميكروسكوب، من تباوع على الميكروسكوب تشوف شكو على الستيج، هذا يسموه فيلد حقل. شي يسموه فيلد حقل. انت من راح تفحص السلايد راح تفحصه بشكل زجزاج، تفحصه بشكل زجزاج بحيث تفحص ما لا يقل عن 10 فيلدات. يعني شنو 10 فيلدات؟ احنا مو قلنا اول نظرة لك للسلايد هذا يسموه فيلد، بس مجرد انت حركت بايدك الستيج راح يطلع لك غير صورة، هذا يسموه الفيلد الثاني. راح تحرك الستيج راح تطلع لك غير صورة، هذا يسموه الفيلد الثالث، يعني الحقل الاول، الحقل الثاني، الحقل الثالث، او الصورة الاولى للمجهر، الصورة الثانية للمجهر، والصورة الثالثة للمجهر. افتهمناها؟ زين، اذا كانت هسه اريدك وياي راح اقول لك احنا فحصنا 10 فيلدات، يعني كم مرة انت حركت السلايد؟ 10 مرات. بالصورة الاولى ظهرت عندنا 3 RBC، والار بي سي راح يكون هاي انا اللي حطيكم اياها بالبداية رسم، بعدين اشوفكم اياها صور حقيقية، يعني راح تكون بهذا الشكل الار بي سي. زين، ليش؟ لان هي فاقده للنواه، فتظهر حلقتين وحده بنص الثانيه، هاي من هي ار بي سي. الحقل الاول قلت لك ظهرت 3، الحقل الثاني ظهرت 5. سجلها هاي يمك، هاي كأرقام. أول حقل 3، ثاني حقل 5، ثالث حقل 4، اللي بعدها 6، اللي بعدها 3، وهكذا تتكرر الأرقام 3 4 5 6. زين، تتكرر عندك هذه الأرقام. شلون راح تكتب النتيجة للطبيب؟ شلون راح تكتب؟ هسه راح أعلمك شلون تكتب إذا خانت منو قلنا إحنا RBCs. الاس هاي الصغيره يعني جمع سيلز، ريد بلاد سيلز، وهذه ايضا تكتبوها يمكم مختصر،
red blood cells. اوكي شلون راح تكتب؟ احنا ايش قد قلنا؟ قلنا من تتكرر الارقام عندي 3 4 5 6 ايش قد عندي؟ اقل رقم واعلى رقم. اقل رقم هو 3، اذا اكتب للطبيب 3. اعلى رقم ايش قد عندي؟ ايش قد عندي؟ وصلنا 6. زين اذا اكتب للطبيب من 3 الى 6. انت ايش تشوف تحت المجهر؟ انا عندي دا اشوف خلايا، لح تقول الوحده سيل لكل. انت فحصت على يا عدسه، انت طلعت الصوره على اللو باور، لكن فحصت وتنطي النتيجه للطبيب على الهاي باور فيلد. اذا لح تقول له لكل HPF، وبالامتحان اريدك تكتب هذا الشيء. اللي ما يكتب هذه اعتبرها هذا صفر، شغل غلط. زين اذا طريقه الكتابه راح تكون بهذه الطريقه، تكتبون اقل رقم واعلى رقم شفتوه، خلينا نقول الوحده اللي راح تكون هي سيل، لان انت دا تعد خلايا، وعلى يا عدسه على الهاي باور فيلد. ها هي، هاي تكتبها هيك في خانه التقرير. اذا اول الترسبات اللي حنشوفها الترسبات العضويه راح تكون هي من هي عندي الار بي سي. ليش يسموها عضويه؟ لانه جايه من جسمنا، دا تنزل من جسمنا، عضوي مو شيء خارجي. زين شنو عندي بعد؟ epithelial cells، الخلايا الطلائية. الخلايا الطلائية مو مثل كريات الدم الحمر، أحسبها يعني إذا شفتي 2 أو كرينج، لا، تقديري، تقديرية راح تكون الشغلة، تقديرية. أوكي يعني إذا شفت بالفيلد الأول 2 إلى 3، والفيلد الثاني شفت أيضا خلينا نقول 4، يعني بحيث ما تتجاوز الأربعة. إيش راح تكتب؟ few. إذا من 10 إلى 15 تقريبا الرينج مالتها كعدد 1+، إذا زادت 2+. يعني تكتب له، شلون راح تكتب له التقرير بهيجي حالة؟ راح تروح على، نشوف لنا صورة للأبثيليال سيل حتى نكتبها، أو خلي أكتب لكم هنا النتيجة. شلون راح تكتب؟ راح تقول له، epithelial cells. اوكي ايش قد؟ راح تقول له اذا كان عددها قليل few، واذا كان عددها قلنا اعلى من 5 الى، يعني هي تقديرية راح تكون من 5 الى 10 او من 10 الى 15، يعني المهم انه هذه ان شاء الله بالممارسة انتوا راح تتعلموها. فكل ما تزيد العدد راح نقول 1+، اذا شفتوها اكثر يعني وصلت تقريبا ال 20 راح تكتب 2+، اذا اكثر 3+. اذا شفته مملوء في حالة حتى الار بي سي، اذا شفتوه مملوء حتى في حالة الار بي سي، يعني ما تقدر تعدها من كثر العدد الكبير مالتها، ايش راح تكتب له للطبيب؟ full field، يعني الحقل مملوء. زين وانت عندك الوحده شنية هنا راح تكتبها؟ انت عندك خليه، اذا راح تقول له cell لكل، وانت على يا
عدسة فاحص على هاي باور فيلد. ها هي هاي طريقة الكتابة. اوكي نروح على اللي بعده. صار عندي كم وحدة؟ صار عندنا RBC epithelial cell، والار بي سي اذا كانت ايضا متروسة مملوءة تكتبون full field. البس سيل اللي هي عبارة عن dead white بي سي، خلايا الدم البيض الميتة. اذا موجودة خلايا قيحية، وجود الخلايا القيحية معناتها صايرة اكو استجابة مناعية، يعني اكو عملية التهام للبكتيريا والطفيليات او الجسم الغريب اللي دخل لجسمنا بالمنطقة البولية. من يشوفوها احنا بالعامية يقولون عنده جراحة بالبول. الجراحة هي عبارة عن باسيل خلايا قيحية، او هي جاية شنو نتيجة موت خلايا الدم البيض. ماتت ليش؟ لانه التهمت البكتيريا كتلتها وتقتل نفسها وتنزل ويا الادرار تطلع للخارج حتى تخلص الجسم من عندها. هذه ان شاء الله تاخذوها ايضا صف ثاني، انه شلون راح تطلع تتهاجر من الاوعيه الدمويه، وشلون راح تجي تعرف البكتيريا هنا موجوده وهكذا، وشلون راح تلتهمها. زين وجود الخلايا القيحيه بالادرار اسمه باي يوريا. زين يعني وجود meaning the presence of white BC in the urine، او وجود the presence of منو pus cell dead white BC in urine، يطلق عليه مصطلح بايوريا، وهذه مهمة جدا. اوكي يعني البول القيحي، يعني اكو خلايا قيحية بي. شلون راح يكون شكلها؟ تكون اكبر من الخلايا الدم البيض، تميل للون الاخضر المصفر، وبالنص كلها نقط. ليش؟ لانه كتلة البكتيريا وكتلة نفسها، فتكون اكو بقايا الاشياء المتحللة في داخلها. وهسه نشوفكم ان شاء الله سلايدات عليها. زين بعد شنو يعدنا؟ هاي كلها organized. عندي بكتيريا، البكتيريا اللي تشوفوها بالإدرار قد تكون عصوية باسيلاي أو تكون كروية كوكاي. شنو بعد أشوف؟ اليست. طبعا البكتيريا من تريد تكتبها بالتقرير لح تكتبها حالها حال الابتيليال سيل، يعني فيو 1 بلس 2 بلس 3 بلس، لأن أنت ما تقدر تعد البكتيريا واحدة واحدة. أما البس سيل فتكتب التقرير مالتها مثل ما كتبت الار بي سي، لان تقدر تعدها. زين اذا كتابة التقرير الكريات الدم البيض والكريات الدم الحمر نفس الشيء، نفس الطريقه، عدد تكتب عدد. اما البقيه مثل ابيثيليال سيل البكتيريا اليست لح تقول فيو 1 بلس 2 بلس وهكذا. اوكي وقبل شويه احنا ايضا شفنا هذا وجود كريات الدم الحمر بالادرار 2-3 عند النساء طبيعي، عند الرجال معناتها بدايه اكو فد حصوة خفيفة او فد هذا، بس عد النساء يعتبروه نورمال. من موجودة الار بي سي بالادرار، كل ما تزيد الار بي سي بالادرار لون الادرار يتغير، فتشوفه رح يصير يتدرج من الاصفر غامق برتقالي الى الاحمر اعتمادا على فحص المجهري. ف يعني اعتمادا على ايش قد عدد الخلايا الار بي سي الموجوده به. فانت تنتبه من تكتب التقرير مالتك تشوف الار بي سي اذا كانت قليله اوكي
pale yellow. اوكي، لكن في بعض الاحيان يجيك الادرار برتقالي طوخ احمر. لازم لازم بالفحص المجهري يطلع عندك RBC. لكن في بعض الحالات مثل ما شرحناها باليومي انه اللون الادرار قد يتغير نتيجة واحد ماخذ دواء، واحد ماكل اكلة معينة الى اخره. الابيثيليال سيل والباس سيل ايضا المفروض ما موجودة. كل ما يزيد عدد الباس سيل لح يتحول لون الادرار الى لون الابيض. ليش؟ يعني بيه خلايا دم بيض. نروح على البعدها. شنو بعد لح تكمل عندك بال الترسبات العضوية؟ عندك رقم 6، ممكن هنا مظاهر عندك بالشاشة لكن ترجع لها للجروب، راح تشوف عندك باراسايت. وتنتبه طلاب، قلت لك قد يجيك سؤال عدد وارسم ايضا بالعملي، او يحددوا لك فقط اكتب نوع باراسايت موجود بالادرار. زين، هاي بالعملي، فتنتبه. الباراسايت الطفيليات الموجودة اللي ممكن تسبب التهاب المجاري البولية هي ترايكوموناس فاجينالس. ترايكوموناس فاجينالس هذه تصير عند الإناث وممكن تنتقل من الإناث إلى الذكور. إذا شفت 2-3 تكتب فيو، كل ما تزيد تكتب 1+2+ إلى آخره. لكن أنت عندك بالتقرير مكتوب فقط باراسايت الطفيلي، أنت راح تكتب الاسم العلمي للطفيلي. فإذا أنت تحفظها بالعملي وبالنظري، الاسم العلمي للطفيلي. أول طفيلي راح يكون هو يعني موجود عندنا بالعراق، هواية يطلع عند النساء وقليل عند الذكور، هو ترايكوموناس فاجينالس. ترسمه هذا الرسم مالته بصوت نهائي وبأصوات أمامية، وهذه نواة نيوكلياس. فتشوفه يتحرك بواسطة الأصوات تحت المجهر. أروح على الطفيلي الآخر، هو أوفا. أوفا يعني بيضة، بيضة الطفيلي البلهارزية. أوفا أوف سيجستوسوما أو شيستوسوما، شيستوسوما أو سيكستوسوما، تلفظ لفظين حسب الها. هيماتوبيوم، هيم يعني دم، إذا هذه هي البلهارزية الدموية. هذا الطفيلي نقدر إحنا نشوف فقط بيضة بيضتين حسب الحالة. ممكن تدور السلايد كلها يلا تلقي بيضة واحدة وتكون يعني حجمها كبير. أوفا أوف سيكستوسوما هيماتوبيوم أو شيستوسوما هيماتوبيوم. وجود هذه البيضة بالإدرار، هسه راح أشوفكم سلايد، ويا لازم تلقي كريات دم حمر، لازم. ليش؟ لأن هذا الطفيلي بي بالنهاية عكس بن شوكة، هذه الشوكة تكون حادة مثل السكينة، كل ما تنزل البيضة بالمجرى البولي راح تخدشه فيطلع وياها RBC، بحيث بعدين حتى يقوم يبول مثل الدم. يعني هو لا، هو مو مثل الدم، هو يبول دم. وتوفى بها الله يرحمه عبد الحليم حافظ. اوكي، اذا عندي نوعين من الباراسايت، ترايكوموناس فاجينالس واوفا يعني بيضة، اوف شيستوسوما هيماتوبيوم او سيكستوسوما هيماتوبيوم. جدا مهمة عملي ونظري. شنو بعد أشوف أشياء عضوية؟ سبيرم الحيامن، طبعا هذه تكون موجودة عند الذكور. اثنين وحدة اثنين موجودة أوكي، لكن إذا زادت نكتب له للطبيب ملاحظة، لأنه قد يكون عند التهاب بروستات. ماشي. ميوكاس المخاط،
المخاط رح يكون يصير مثل الخيوط شبه شفافة. ليش؟ هذا يجي نتيجة أنه الإصابة وصلت إلى الطبقة المخاطية وصارت المسألة أكثر خطورة، ووجود الميوكاس كل ما يزيد راح يكون تيربد. آخر شيء بالنسبة إلى العضوية راح تكون هي الكاست. الكاست هي الأسطوانات. طلاب خلي يمها سؤال اللي هي عدد أنواع الكاست مع الرسم. ممكن تجيك هيجي أسئلة يعني عدد فقط الأسطوانات وعدد يعني مو إلا تعدد كل الترسبات العضوية، تعدد فقط الكاست. شنو الكاست؟ شنو كاست؟ الكاست هي عبارة عن أجزاء ناتجة تنزل مع الإدرار، ناتجة من التهاب حاد أو مزمن بالكلى. تبدي شي يصير بها نتيجة مثلا ارتفاع الضغط، الغسل الكلى متكرر، اللي عندهم ديابيتيك ميليتاس يعني داء السكر، يصير تلف تدريجي كدني فيلر، فشل كلوي، تبدي تنزل من الكلى هذه الأنيبيبات تتقطع مثل الصوندة. أنا دائما أقولهم للطلاب مثل الصوندة أو الأنبوب، يكون بالبداية مفتوح الطرفين، بالبداية تكون مفتوحة الطرفين، كل ما تنزل من الكلى لو تنملي بأشياء أو ما تنملي تظل فارغة زين، وكل ما تنزل تنسد النهايات شوية شوية. إذا كانت الكاست فارغة ما بيها أي شيء يسموها هايلاين كاست، هايلاين يعني شفافة. إذا كانت الأسطوانة مملوءة بالشمع يسموها واكسي كاست ويكون لونها أصفر. إذا كانت الأسطوانات مملوءة بالدهن يسموها فاتي كاست، وهذا شكلها مثل الفقاعات، مملوءة فقاعات. أما إذا كانت مملوءة بالخلايا فيسموها سيليولار كاست، مثل إيش؟ RBC كاست. ممكن أجيب لك ارسم هايلاين كاست، ارسم واكسي كاست، ارسم RBC سيلولار كاست. من اسمها RBC؟ إذن هي سيلولار خلوية، إذن هي راح تكون مملوءة بخلايا. من هي الخلايا؟ أما تملي بالRBC وهي تنزل، إذا كان عكو نزف بالكلى راح تنترس بالRBC، إذا كان عكو بالمجاري بالكلى وبالمجرى البولي عكو باسيل فراح تنترس باسيل، فبعد ما يسموها كاست راح يسموها باسيل سيلولار كاست، وإذا ملت بالخلايا الطلائية يسموها إبيثيليال سيل كاست. بعد منو عندنا آخر وحدة جرانيولار اللي هي الحبيبية، يا أما تكون مملوءة بحبيبات ناعمة أو حبيبات خشنة فيسموها فاين جرانيولار كاست أو كورست جرانيولار كاست، اللي هي الحبيبية ناعمة والخشنة. السؤال الأخير اللي ممكن مو ممكن أكيد أكيد نظري وعملي جايك، اللي هو عدد الان أورجانيك unorganic deposits اللي هي الترسبات اللا عضوية. الترسبات اللا عضوية طبعا بالإدرار الاعتيادي المفروض ما موجودة هي. من اسمها ترسبات لا عضوية؟ يعني هي مو شي نازل من جسمنا، لا هي جاية نتيجة تناول غذاء معين أو أدوية معينة أو سموم معينة دخلت لي الجسم.
فراح نشوف بشكل بلورات، تكون بشكل بلورات تقسم إلى قسمين: crystals in acidic urine، البلورات في الإدرار الحامضي، وعندنا crystals in alkaline urine. انتبهوا وياي، هذا آخر شيء وجدا مهم، وجابت الكياهن، جابت الكياها بالنظري، سؤالين كاملة وبالعمل جايك أيضا. زين، هذه تقروها، هاي الثلاثة أوراق تقروها وتفوتون للامتحان. الكريستالز إن أسيديك يورين، إذا كان عندك الإدرار حامضي، إحنا مو قلنا الإدرار يميل إلى أن يكون نيوترال، متعادل، متعادل يميل قليل إلى الحامضية، تمام؟ من 6، من 6 إلى 6.8، من 6 إلى 6.8. في بعض الأحيان لح يصير الإدرار حامضي. ليش حامضي؟ يتحول من المتعادل إلى الحامضي نتيجة وجود بعض المركبات اللي هي تحول من المتعادل إلى الحامضي. مثل إيش؟ عندنا ثلاث بلورات، أنواع من البلورات شائعة في العراق، اللي هي أول وحدة كالسيوم أوكساليت. كالسيوم أوكساليت، الكالسيوم أوكساليت معناتها أوكساليك أسيد، أوكساليك أسيد معناتها حامض، أكو يدخل في تركيبها حامض الأوكسالات. شكلها تلمع، هذه كلها من اسمها كريستلز لأنه تلمع. زين، كالسيوم أوكساليت لح تكون مربع بنصها فيه. اثنين، أمورفس يوريت يعني يوريك أسيد، أمورفس يوريك أسيد اللي هو الرمل، يكون بشكل نقط نقط. يوريك أسيد فحولت لك الـ 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 الإدرار يصار حامضي. شون تعرف هذا الإدرار حامضي أو قاعدي؟ راح تسوي له فحص الـ pH، أما لتماس بيبر أو أنت عندك شريط السترب ما جنرال يورين. فإذا كان الإدرار حامضي وطلعت لك تحت المجهر هذه مثل الرمل نقط نقط لونها بني، لح تكتب للطبيب كريستلز هي أمورفس يوريت، نوعها أمورفس يوريت. أما إذا كان إدرار قاعدي الكلاين راح تطلع لك بالضبط نفس الشكل. شوف هذا نقط نقط وهذه نقط نقط، لكن هذه إدرار حامضي وهذا إدرار قاعدي. هذه يسموها بالإدرار الحامضي اسمها أمورفس يوريت، يوريك أسيد. أما هذه بالإدرار القاعدي هي أمورفس فوسفيت، تكتب له للطبيب أمورفس فوسفيت. فإذا أجيب لك تقرير مالت البيشنت أقول لك الإدرار مالته قاعدي وظهرت أمورفس، أقول لك هذا يا نوع أمورفس، أنت رأساً تقول لي بس تشوف الألكالين رأساً لح تقول لون هذا نوع الكريستل هي أمورفس فوسفيت، ما طول بها فوسفور، مجموعة فوسفيت، إذن هذه لح تحول لك الإدرار إلى قاعدي، وإذا بيها يوريت راح تحول الإدرار إلى حامضي، وهي شكلها نفسها تحت الميكروسكوب. شلون تميزون بيناتها؟ من الفحص الـ pH. إذا حامضي تكتب له للطبيب أمورفس يوريت، وإذا قاعدي تكتب له للطبيب أمورفس فوسفيت. إيش بقى عندنا؟ يوريك أسيد. يوريك أسيد راح تكون أيضا معينية الشكل، هذه كلهن بما أنه هي دا تشوفون حافاتها تكون حادة كلها تطلع وياها RBC. RBC الكريستلز الموجودة بالألكالين يورين هي تريبل فوسفيت، تريبل فوسفيت تشبه التابوت. زين، وهذا هو شكلها وتطلع على بني غامق. أشوفكم هسه آخر شي سلايدات أخيرة، هذا كله كاتبة لكم اياه، اصلا ماكو داعي ترجعون لهذه المحاضره،
زين تقرؤون فقط المايكروسكوبك اكزامينيشن مننا هذا المايكروسكوبك اكزامينيشن زين الى النهايه، تقرؤوا بالثلاث اوراق اللي لخصت لكم اياها اللي هسه شفناها ونزلتها على الجروب. زين كل النتائج تنطيها للطبيب، مو قبل شويه قلنا مثلا الار بي سي والباسل تكتبوا له سيل لكل اتش بي اف، مو قلناها عدا الكاست، عدا الكاست راح تكتبوا له للطبيب مثلا شفتوا سيل يولار ار بي سي كاست، زين تكتبون نوعها ونقول مثلا 2 شفنا 2 من عندها. الكاست كل الاسطوانات يكون حجمها كبير، مو مثل البقية الترسبات العضوية واللا عضوية صغيرة، لازم اكبر على الهاي باور فيلد يلا اشوفها. فهنا لح اكتب لكل LPF، يعني شنو؟ اني فحصتها على اللو باور، اني فحصتها على اللو باور، فكله تكتب له على الهاي باور فيلد عدا منه، يعني الابيثيليال سيل، الباس سيل، الار بي سي، اليست، زين اللي هي الخمائر، عندك البكتيريا، كلها راح تكتب له اتش بي اف على الهاي باور فيلد عدا منه، عدا انواع الكاست اذا ظهرت تكتب له LPF، لأنه أنت تفحصها على اللو باور لأنه حجمها كبير. ماشي، هذه الصور هي مطلوبة من عندك بالعملي تركز عليها، لأن راح تجيك صورة، فمثلا تجيك مثل هذه الصورة بس تشوفها دائرتين واحدة بنص اللخ أو بهذا الشكل، هاي البروتينات السطحية رأسا ايش تكتب عليها؟ تكتب عليها RBC RBC. شنو نوعها؟ هل هي ترسبات عضوية لو لا عضوية؟ لا هي عضوية لأن هي جاية من جسمنا. زين أروح على epithelial cell، جدا مهمة epithelial cell تركزون عليها. epithelial cell بس تشوفون هذا شكلها، زين بالنص نواة، رأسا شو تكتبون بالعملي؟ راح تكتبون هذه هي epithelial cells، شنو نوعها؟ هي ترسبات عضوية. تمام، أروح على هذا السلايد، شوفوا لي هذا السلايد، عندك هنا هذه باسيل، هذه باسيل، زين هذه باسيل، باسيل زين، هذه epithelial cell، شوفوها هاي النواة مالتها، وهنا اكو epithelial cell ثانية. إيش قد تنطي هسا باسيل هذه بهذا الفيلد؟ 1 2 3 4 5 تقريبا 5 أو 6، إذا هذا عند التهاب. هذه شنية؟ هذه كالسيوم أوكساليت. هذه شنية؟ وحدة بنص اللخ، هذه RBC حلقتين وحدة بنص اللخ. هذه ايضا نوع من انواع الخلايا الطلائيه، لكن اكثر شيء شوفوها هاي، هذه ايضا هذه وهذه كالسيوم اوكساليت. من تطلع لكم الكالسيوم اوكساليت ايش قلنا؟ لازم اشوف ار بي سي، لانه هذه حافاتها حاده. هذه شنيه؟ بكتيريا. هذه شنيه؟ كانديدا البيكانز. ايش قد تنطيها هذه تقريبا؟ هذا تقريبا 2 بلس، تقريبا 2 بلس، وشوفت تتكاثر بالتبرعم، كل ما تترك الإدرار تتكاثر أكثر. هذا هو طفيلي باراسايت، عندك باراسايت طفيلي من يا شيستوسوما هيماتوبي، هنا عندنا مكتوبة إيج، هي مو إيج، اكتب أوفا، إيج على البيضاء اللي إحنا ناكلها، بس الأوفا هي بيضة الطفيلي. شوف هذا الطفيلي اللي هي مرسوم عندك مثل بالمحاضرة، وهذا هو الترايكومونز فاجينالس، هذا
اوكي، هذه جدا مهمه، جدا مهمه نظري وعملي. السبيرم هذا شكل السبيرم، عنده راس وذنب. الكاست هذه انواع الكاست، واني رسمت لكم اياها وفصلت لكم اياها اكثر وضوح، تقروها الرسومات على المحاضره. زين، هذه ما راح نجيب لكم اياها، فعدوها، تعديها، هذه كلها تعديها، بس انت تطلع عليها لان هاي عندك مهمه بالنسبه لشغلك. زين، هذا هو الميوكاس، تشوفون هذا اللي هيك المضبب، هذا كله ميوكاس، خيوطه خيوط. هذا الكالسيوم اوكزاليت، هذا الامورفس، وعندنا النوع الاخر من الكالسيوم اوكزاليت، هذا راح يكون اللي هو يكون اكو مونو واكو الهايدرا. زين، لكن هي اكثر شيء عندنا هذه تظهر كالسيوم اوكزاليت. زين، مثل الظروف، هذا بالادرار الحامضي اسيديك يورين، كالسيوم اوكزاليت امورفس يوريت. زين، يوريت لان عندي حامضي، هذا يوريك اسيد. اهذني يعني تطلع ببعض الحالات، لكن تركزون على الثلاثه اللي انا اعطيتكم اياها. هذه الالكالين هذا شكلها، شوف هذا شكلها اللي هو تريبل فوسفيت، بيها امونيا وبيها امونيوم ومغنيسيوم، فتحول البي اتش الى قاعدي. هذه هي الامورفس فوسفيت، تشبه من هي الامورفس يوريت. شلون تعرف يوريت عن فوسفيت؟ بالبي اتش. الباقي خلوه بس يمكم تفيدكم ترجعوا لها ان شاء الله من تتخرجون. وهذه لصورة لطالب عندنا العام، اول العام سوينا له تحاليل، هذا تنطي 3 بلس كالسيوم اوكساليت. ممنونة لكم، وطبعا هذا شرح تفصيلي. تخلي يمك المحاضرة وتقرأ بس الأشياء اللي قلت لك إياها، غيرها لا تقرأ. كل التوفيق يا رب.